اهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم ميكروليك. الحلقه تاع اليوم راح تستضيف ضيفتان ولا نقولوا بطلتان في رياضه الكاراتي. مع انه هذه الرياضه احتكرت على الرجال بصح هما تحداوا هذه النظريه ووصلوا للعالميه. صراحة يعني الحمد لله تحصلت على الألقاب يعني دولية. لا ميداي هذه في الأول كانت الطروازيام بيسك جبت ديجا دو ميداي دور في لاكارواسي، كنت وحدي. أنا كاراتي، يخدموا كاراتي خير. بكل صراحة هو مليح الفن بصح الرياضة خير. جمعي ما جبتكم.